ننتقل الآن أعزائي إلى القسم الثالث من الريبورتد سبيتش، الكلام المنقول، وهو فقرة ريبورتينج دبليو اتش كويستشنز. ريبورتينج دبليو اتش كويستشنز أي نقل الأسئلة المطولة، الأسئلة التي تحتوي على كلمة سؤالية. أعزائي، في حالة السؤال المطول، في حالة السؤال المطول الذي يحتوي على كلمة سؤالية، نستخدم الكلمة السؤالية الموجودة في صيغة السؤال بدلا من if. نحن قلنا في الشورت كويستشنز، في السؤال القصير، نستخدم if، أما في حالة السؤال المطول فنستخدم الكلمة السؤالية نفسها بدلا من if، ونقوم بنفس خطوات نقل السؤال القصير. إذا حقيقة السؤال المطول هو نفس خطوات نقل السؤال القصير تماما، باستثناء خطوة واحدة، ألا وهي الخطوة الأولى كانت إضافة الإف، إضافة إف بعد فعل النقل في نقل السؤال القصير. الآن في السؤال المطول سنستخدم الكلمة السؤالية نفسها. لاحظوا المثال: Where is he from؟ سننقل هذا السؤال، سنحوله إلى سؤال منقول. إذا Where is he from؟ أي من أين هو؟ إذا he asked، هو سأل. الخطوة الأولى لاحظوا أنا استخدمت نفس الكلمة السؤالية، لم أضع if، وإنما استخدمت الكلمة السؤالية نفسها، تمام؟ he asked where. بعد ذلك نعود إلى نفس الخطوات السابقة، الفعل المساعد يذهب إلى ما بعد الفاعل، ومن ثم لاحظوا نجل الفاعل، وضعنا الفاعل، وبعد ذلك الـ is، بالتأكيد سنحذفها الـ is، وسنضع بدلا منها was، والتتمة وبدلا من إشارة الاستفهام نقطة. إذا لاحظتم نفس الخطوات تماما التي قمنا بها في صيغة السؤال القصير عند نقل السؤال القصير، قمنا بها عند نقل السؤال المطول الذي يحتوي على كلمة سؤالية، إلا خطوة إضافة الإف بعد فعل النقل. هنا استخدمنا فقط الكلمة السؤالية نفسها، أصبحت الجملة هي asked، هو سأل، where he was from، where he was from. الآن لنأتي إلى مجموعة من الجمل نحلها سوية. Where is the book؟ أستاذ عيد لو سمحت. نعم يا محمد، أعيد لك الخطوات. نعم أستاذ، نعم لو سمحت أعيد لك الخطوات سريعا. إذا بالنسبة للسؤال القصير، لا أستاذ، أنا قصدي على هذه نفس الشريحة هاي بالسؤال المطول، نقل السؤال المطول. نعم نعم، عدت إليها يا محمد، ستظهر لك. لاحظوا يا محمد، قلنا في حالة السؤال المطول نفس خطوات السؤال القصير تماما، نقلها نفس الخطوات تماما، باستثناء بدلا من أن نضع if بعد asked، هنا سنستخدم where، تمام؟ سنستخدم نفس الكلمة السؤالية بدلا من أن نضع if، والباقي نفسه. الآن سنضع الفعل المساعد بعد الفاعل، أنت اعتبر حالك أنه هذا سؤال قصير وضعت if، ولكنه سؤال مطول، بدلا من أن تضع if استخدمت where وهي كلمة السؤال نفسها. ثم الخطوة الثانية is، نضعها بعد الفاعل، الآن سنستخدم الفاعل كون أنها is راحت بعد الفاعل. الهي، طيب الهي لاحظ أنه هون نزلنا الفاعل is، طيب الis في الحاضر البسيط يجب أن نحذفها وأن نعود بالزمن إلى الماضي البسيط، الماضي من is هو was، أصبح where he was، التتم، بقي لدينا فقط from، وحذفنا إشارة الاستفهام إلى نقطة. He asked، هو سأل، where he was from، تمام؟ بدلا من هون if، لاحظوا هي نفس الصيغة القصير، لكن هون استخدمنا where، أي كلمة الاستفهام. واضح يا محمد؟ واضح أستاذ، الله يعطيك العافية. الآن إلى مجموعة من الأمثلة. Where is the book؟ أين الكتاب؟ He asked him، هو سأله. نعم يا ريهام. هلا مننزل كلمة السؤال where ومنبدل الفاعل بتصير the book، فينا نستبدله بالفاعل it. ممتاز. والis بتصير was. رائع جدا، رائع جدا جدا. إذا he asked him where the book was. Where the book was، وممكن نستبدل الفاعل the book ب it كمان. الآن example 3. What can we do tomorrow؟ What can we do tomorrow؟ ماذا يمكننا أن نفعل غدا؟ I asked him، إذا أنا سألته. نعم يا بتول، تفضلي.
What can we do tomorrow? I asked him. نعم يا بتول. أول خطوة. ثم نضع الكلمة السؤالية what مثل ما هي. ضعنا what تماماً. ثم كان تتحول إلى could بما أنها بالحاضر فتتحول إلى الماضي. قبل كان، الكان راح تروح بعد الفاعل، سنضع كان بعد الفاعل، الآن أصبحنا عند وي، الوي إلى ماذا تتحول؟ إلى يو، تحول إلى يو. إلى؟ لا تجهيزي. إذن تماماً إلى they، إذن الوي تتحول إلى they، what they، الآن can do، طيب التغيير يقرأ على الفعل الموديل، على الفعل الناقص كان، كيف سيصبح؟ كان بتصير كود ودو بدل مستحيل. ممتاز. تومورو أو غرف تومورو يصبح the following day. تماما. إذا I asked him what they could do the following day. ممتاز. Example four في غلط بالترقيم. Why will you come tomorrow? Why will you come tomorrow? She asked me. She asked me. نعم يا نور. أستاذ هون بنحط الكلمة السؤالية نفسها why بعدين الفعل بيتحول من I من we ل I والفعل الناقص will بيتصير would. Would come. Would come the following day. ممتاز جدا. إذن she asked me why I would come the following day. إذن هي سألتني لماذا كنت سآتي the following day في اليوم التالي. شكرا لك. الآن فقرة evaluation التقييم. مجموعة من الأمثلة، ثلاث أمثلة نحلها سريعا إن شاء الله. المثال الأول Have you been to Aleppo before؟ نعم يا لبابا. Have you been to Aleppo before؟ She asked me. انتبهي، حددي نوع السؤال. أستاذ هون السؤال قصير. بنحط نعم. أول شيء if. بعدين الفاعل you بتصير I. ممتاز. Have been. Have been بتصير had been. ممتاز ممتاز رائع رائع. She asked me if I had been to Aleppo before. Number two, when can we have dinner? متى نستطيع أن نتناول العشاء؟ إسلام, he asked them. نعم تفضلي. حددي نوع السؤال وتفضلي. نعم يا إسلام. طيب ربما أميرة. نعم يا أميرة. السؤال هون مطول. إسلام نعم الآن إسلام تأخرت في الإجابة علينا تفضلي. نعم أسكت زيم. نعم وي بصير زي هي أسكت زيم زي وين عفوا أول شيء اسم الاستفهام نعم. بعدين زي كان هي أسكت زيم وين زي كان بصير كود هاف ومن ثم في المصدر بالضل نعم ودينار يعني ask them when they could have dinner. إذن نعم شكرا لك يا إسلام. طبعا الصوت عم يتقطع عندك نتيجة نعم نعم تماما. إذن he asked them when they could have dinner. ممتاز. الجملة الأخيرة أو السؤال الأخير did you travel by train؟ Did you travel by train? هل سافرت بالقطار؟ هذا السؤال لريهام. تفضلي. نعم أستاذ هذا سؤال قصير. هلا من حط if. أيوة. ومن بدء اليو بتصير I. صحيح. وبعد ذلك. وهاي ماضي بسيط من حول إلى ماضي تام بتصير had to done. Had. Had done برأيك. طيب ما هو الفعل الرئيسي هنا يا ريهام؟ هل هو did أم travel؟ لا عفوا هون travel. كيف يصبح؟ بصير travel ماضي بسيط.
أو طيب هو السؤال في الماضي البسيط did travel هو في الماضي البسيط في عندنا فعل مساعد did. إيه بصير هون ماضي تام. كيف بدي يصير ماضي تام الفعل؟ لحظة خلونا معي. had traveled. had traveled رائع جدا. والآن إلى الملاحظة الأخيرة. حقيقة لدينا ملاحظة هنا في هذا السؤال الأخير. وجود did لاحظوا سبب لجميلتنا ريهام مشكلة. وجود did سبب لنا مشكلة. إذن عند الآن إلى الملاحظة. في حال وجود الفعل المساعد do أو does في صيغة السؤال أعزائي ركزوا جيدا. في حال وجود الفعل المساعد do أو does في صيغة السؤال نحذفه ونعود بالفعل الرئيسي إلى الماضي البسيط. أما في حال وجود الفعل المساعد did في صيغة السؤال أيضا نحذفه، نحذف did ونعود بالفعل الرئيسي إلى الماضي التام، إلى had verb 3. تمام؟ المثال السابق كان لدينا did فسبب لنا إشكالية، لا مشكلة. did هنا دورها تحديد زمن الجملة كماضي بسيط، أحذفها وأعود بالفعل travel إلى الماضي التام فتصبح had traveled. تمام؟ طيب لو كان بدلا من did كان do مثلا، اذا هنا تمام زمن السؤال هو حاضر بسيط وجوده، فاحذف do واعود بترافل الى traveled فقط الى الماضي البسيط. اليكم الامثله. اذا لاحظوا do you want ice cream، هنا يساله يقول له do you want ice cream، هل تريد الايس كريم، هل تريد I asked him، أنا سألته. إذن هنا أضع if كونه سؤال قصير، لاحظوا، ومن ثم الفاعل بدلا من you أضع he كون عندنا ضمير مفعول به him وضعت he، وبعد ذلك الفعل المساعد do أحذفه. تمام؟ حذفت do. ليش؟ لأنه do هون ليس من أصل الجملة، وإنما أنا آتي به في حالة السؤال لأنني أحتاج، كما تعلمون في زمن الحاضر البسيط نأتي بالفعل المساعد do أو does عند التحويل إلى سؤال، وفي الماضي البسيط نأتي بالفعل المساعد did. صحيح؟ أليس صحيح هذا الكلام؟ نعم. إذا هنا في عند تحويل تماماً عند تحويلها إلى حالة إلى سؤال منقول، إذا نحذف do هنا وجود نحذفها ونعود بالفعل. هون زمن الجملة حاضر بسيط لأنه do نأتي بها في الحاضر البسيط، فأصبحت wanted. لاحظوا wanted ice cream. الجملة الثانية did you go shopping، هل ذهبت للتسوق. he asked me، أولا أضع if وبعد ذلك الفاعل I you تحول إلى I، ومن ثم أحذف did. أحذف did هنا وأعود ب go إلى ماذا، إلى أي زمن؟ للماضي. وين؟ ماضي التام. كيف تصبح go؟ لا مو went، لا مو went، لو تماما إلى الماضي التام. لو كان هنا، لو كان بدل did do لعدنا بها إلى went. صح كلامك، ولكن وجود did نحذفها ونعود إلى الماضي التام، إلى had gone وتتمت الجملة shopping. إذن he asked me if I had gone shopping، هو سألني فيما كنت قد ذهبت للتسوق. تمام أعزائي، وصلت الملاحظة؟ ريهام هل وصلت الملاحظة؟ إذن في حال وجود do أو did أو حتى does كمان نحذفها. في حال وجود do وdoes نحذفها ونعود بالفعل إلى الماضي البسيط، وفي حال وجود did نحذفها ونعود بالفعل إلى الماضي التام.